نحب نقول لك كلمه يا ولادي، تاكلوا الحزباك ولا اكل ولا نهضه ولا غيره، تو مش وقت كره، تو وقت نتحدوا الناس الكل من اجل تونس، من اجل الشهداء. ولا قداش باش تعيش وتموت وربي راهو بعد شي يسالكم مش عملت نكرنا مش نتنكروا، لا الناس كل مع بعضنا. وبعد اللي جابوا صندوق مبروك عليه، اللي ربح جابوا صندوق مبروك عليه، تو الناس كل يد واحده من اجل تونس. راهي فما برشا احزاب قالت ما نحبش نشد يدي مع النهضه، والله انتخبوهم انتخبوهم. والتيار نحب نقول له حاجه، انا عشت، انا نحكي على روحي مش نحكي على حتى حد. راني وقت ثاني نقول لهم الحزب فلاني حطوا، فما شباب كي نقول له حط النهضه، ونحكي بصراحه البعض معناها يقولوا لي لا مش تحب تحط، يقول لي تيار حط تيار، ونزيد نقعدوا بالتيار، يقول لي شنو حط تيار ما يسالش، شنو يجيو مات راه ولادي ماشيين يحطوا تيار ما يسالش، خليهم هكا ثوري هكا باهي. اش بيك تنكرت؟ اش بيكم تنكرتوا للنهضه؟ رانا عملنا لكم حمله زاده، اش بيكم تنكرتوا؟ كنا نجموا نقنعوا ما يسالش، نقول لهم خليه ما تبداش يا طالع وحده. نحبوا احزاب معانا كقراب باش مش يخدموا مع بعضهم، باش مش يقدموا البلاد مع بعضهم، ما يحبوش النهضه وحدها تحكم. خلي تيار معاها قريب والحزبك قريب باش نهضه يعملوا ائتلاف مع بعضهم يتحاكوا ويخدموا. لكن ما راني تو راهي تونس، نقول لكم يا تيار ويا بقيت الاحزاب الكل، راهي تونس بين ايديكم، راكم المره الجايه حتى حد لو مش يحطكم في الصندوق، حتى حد، اتحدوا الناس كلها مع بعضكم، فما تونس، فما شعب تونس، فما حتى حزب، الاحزاب الكل نحيو، نحب حتى حزب. تونس تو، تونس، وانصروا تونس ورجعوا الديمقراطيه والمؤسسات، وبعد اللي مش جيب له صندوق مبروك عليه، انا حابه الهمامي ينجح، مش نخرج نزغرط له نقول له مبروك وحكم تونس.